ومرحبا من جديد، كيفكم؟ شو أخباركم شباب صبايا؟ يلا برنامج جديد، برنامج يعني إذا ما كانش عندك على الجوال يا ريت ما معك جوال أصلا، يعني هذا بالجوالك من دون أو موبايلك من دون ما يكون عليه البرنامج هذا ما بسوى شي. البرنامج هذا عبارة عن كاميرا سرية، عارفين شو كاميرا سرية؟ كاميرا سرية عبارة عن كاميرا يعني إذا حدا كان يواجه جوالك صعب جدا إنه ينتبه إنه أنت فاتح كاميرا قاعدة بتسجل فيديو. خلينا نشوف البرنامج، ندخل عليه، موجود طبعا بالمتجر، تقدر تحمله من المتجر سهل كتير يعني، بس كل اللي عليك تعمل بدأ. خلاص تمام، هاي بصور انا هو في الحيطة عندي قاعد. اها، تقدر تحط هاي الشاشة خفية، تقدر تحط اكس يعني انه يسجل من دون شي. هلا بتحطها مثلا على الجنب، تحرك او بتجيبها لتحت، تقدر تصغرها تكبرها، تقدر تخليها قد حبة العدس مش أكتر، وبتستخدم جوالك عادي، بتتصل منه، بترسل منه رسائل، بتتصفح اللي بدك إياه بجهازك بتعمله. فهمتوا كيف؟ اسم البرنامج أنا هو، وإشارته الأيقونة بتاعته موجودة، بتقدر تحمله من المتجر العادي للأندرويد، ومنه في نفسه بتقدر تدخل بعدين على الكاميرا وتفوت على المستعرض وتشوف فيديوهات اللي صورتها من دون ما حد يعرف. يعني هلأ حاليا قاعد بصور في فيديو. يلا شكرا لكم، لا تنسونا من الاشتراك ودعم المقطع بلايك إذا عجبكم الفيديو.